وسهلا فيكم مشاهدينا مرة جديدة. طبعا فقراتنا متواصلة معاكم ورح نحكي عن موضوع يمكن التطبيقات الإلكترونية اللي صارت تخدم العديد من المجتمعات من ناحية الشراء، من ناحية الطلبات، من ناحية يعني بتخدم بشكل عام. ويمكن هذا كان هو السؤال التفاعلي ببداية حلقتنا، هل خدمت التطبيقات الخاصة بالشراء والمبيعات خدمت المجتمع بشكل جيد ووفرت الوقت والجهد؟ هذا هو كان سؤالنا التفاعلي. وأنا يمكن سألت شاهد ببداية الحلقة، هل فعلا بتحسي أنه هالتطبيقات صارت مفيدة للمجتمع ولا إلها مضار معين؟ بتخيل نعم، لأنه ضيوفنا الآن رح يحدثونا عن متجر جدا رائع، تطبيق متجر. غالبا كل الأشخاص لما بدهم يتسوقوا من السوبر ماركت أو من الدكان أو البقالة، خلينا نقول، بيكتبوا لائحة أو قائمة بالأغراض اللي بتحتاجها الست البيت في المنزل، من لحوم، من دجاج، من خضروات وفواكه، حتى أغراض العيد. يعني هلأ في أغراض العيد والعيد جاي، الواحد بيكتب ليستة بالأشياء اللي بده إياها. فعشان هيك اليوم معنا باستوديو جديد الست ليان البطيخي، وهي مؤسسة مشروع متجر تطبيق، وأيضا ديما أبو مغلي مسؤولة التسويق والتصميم في هذا المشروع. رح يحدثونا عن هذا المتجر أو هذا التطبيق اللي كل واحد فينا بيقدر يحمله على موبايله ليسهل علينا عملية التسوق. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. كيف الحال؟ كان المفروض نكتب لستة أنا وشاهد عشان طيب بداية، إحنا يعني موضوع الشراء من خلال التطبيقات صار أمر سهل وبوفر وقت وجهد، إنك تشتري قطعة ملابس، إنك تشتري قطعة إكسسوار أو شغلة للبيت. ولكن لما نفكر إنه بدنا نشتري شغلات من السوبر ماركت عن طريق التطبيق، الموضوع يمكن للوهلة الأولى بكون إنه شوي غريب. كيف طب بدي أنقي الخضرة؟ كيف بدي أنقي شغلتي؟ كيف بدي أنقي اللحوم؟ هون من خلالكم حابين نتعرف احنا على هذا التطبيق وكيفيه عمله لحتى نطمن المشاهدين اللي حابين يشتركوا فيه. صح، هلا زي ما انت حكيتي، مش احنا جديد تعودنا نشتري من الملابس وصار هذا الشيء هلا عادي. نعم. هلا نفس الشيء بالنسبه للتموين، احنا مو متعودين على هذا الشيء. نعم. بس قد ايه بتخيلي انت انه الوقت اللي بتقضيه بالسوبر ماركت تقضيه ببيتك وتطلبي على الابلكيشن، احنا 24 ساعه ماسكين موبايلاتنا. صحيح. فتخيلي هذا الشيء انك تطلبي اونلاين ويوصلك على بيتك، والوقت اللي انت كنت بتستغليه بالسوبر ماركت رح تستغليه بتقضيه مع اولادك، تقضيه مثلا اي مشوار ثاني بيكون كثير اهم بالنسبه لك بنفس الجوده اللي ممكن تنقيها ست البيت. صح. هلا هي هاي واحده من التحديات اللي بدك تاخديها بعين الاعتبار. لما تنزلي هيك تطبيق، في عندك تواريخ الانتاج، في عندك الخضار كثير صعب انك تتاكدي من جودتها. صحيح. فكان اللحوم ايضا هلا كان اهم من الاشياء اللي نحن بنضلنا نسال عنها، طب انا شو بضمن لي انه توصل لي زي ما انا بختارها. طبعا هذا بدك تحكي انه احنا كثير باذلين جهد بالفريق العمليات واللي بده يروح ينزل يتسوق هو. بالضبط. تخيلي انه انت نازله تتسوقي، يعني بنقدر نحن ناكد لك هذا الشيء. طيب هلا هناك اراء متباينه حول موضوع التطبيق الالكتروني اللي بيتيح للجميع التسوق وهم جالسين في البيت وما عم بيعملوا ولا اي شيء، وفي ناس بتقول انه هذا الشيء بيشجع على الكسول، الكسل بيشجع على الخمول والتقاعس، فشو بتردوا على هذول الناس؟ يعني صراحه انا بحسه، لا بحسه بيوفر وقت. يعني انت بتوفري ساعه من اكشلي مش ساعه، هو اكثر من ساعه انت عم تراكدي بالسوبر ماركت، بتجيبي هذا الغرض بتجيبي هذا الغرض بتنسي هذا الغرض، فعم توفري هذا الوقت. ممكن اذا انت انسانة عاملة توفريه تروحي على الجيم، تعملي شيء ثاني، اذا انت عندك اولاد تقعدي مع اولادك، تقدري تقضي وقت اكثر مع الناس اللي بتحبيهم بدل ما تقضيه بالسوبر ماركت، وباخر اليوم هو الشيء نفسه المنتج رح يوصلك. لا صراحة هي فكرة رائعة جدا، لانه صراحة كثير في سيدات بمروا بظروف صعبة، ما بيكون في عندهم وقت، يا دوب يلحقوا بينها لما يكون الوحدة عندها عزيمة ومشغولة بالبيت ومحتاج أغراض، هون يمكن الموضوع كمان يكون مفيد بشكل كبير. يعني أنا مثلا لما طلعت الفكرة في بالي مع بداية أول كل شهر، في عندي لفة على السوبر ماركت، لفة على المخبز، لفة على الصيدليات، لفة، فهاي كلها مالها بتختصر، وأنا امرأة عاملة يعني أول كم من يوم من الشهر بيكونوا كارثيين بالنسبة لي. طيب خلينا نتعرف على كيفية عمل هذا التطبيق. يعني إحنا حكينا بشكل
بشكل عام عنه، ولكن كيفية عمله؟ يعني أنا وحدة ماسكه هلا جهازي الموبايل وفتت بدي أفوت أشترك بالتطبيق، كيف بدي شو هي يعني الخطوات اللي بدي أعملها لحتى أقدر إنه أتعامل مع هذا التطبيق؟ هلا شوفي، هو التطبيق جدا سهل التعامل معه، وإحنا هذا الإشي أخذناه بعين الاعتبار لما صممنا إنه بدك توصلي لأم وحدة ما عندها وقت تتعلم من أول وجديد. فأنت بكل بساطة بتسجلي، بتحملي التطبيق، نعم. وبعدين بتسجلي دخولك عن طريق رقم الهاتف، لأنه نحن بنحب نتواصل مع المستهلك بالآخر. وبتعبي السلة. هلا بتقدري تتصفحي الأقسام، تخيلي حالك جوا سوبر ماركت وعندك أقسام الألوان والأجمال عم تمشي في كل المنتجات، بتعبي سلتك زي ما بالسوبر ماركت تعبي السلة، وبالآخر بس تتأكدي إنه خلص غطيتي كل الاحتياجات تبعتك، رح تستمري في العملية. تحددي موقعك عن طريق جوجل مابس، نحن برضو بنعتمد عليها، ورح تحددي الوقت واليوم اللي انت بدك يوصلوكي هاي الطلبات. انا امبارح نزلت التطبيق وحسيته قد ايه سهل وبسيط وما بده شيء، بكل بساطه بتنزلي الابلكيشن وبتتفرجي على كل على كل المحتويات، على الخضار، على كل شيء، بتجمعي الاغراض اللي بدك اياها، وبيكون السعر موجود. هذا السعر السعر موجود، حتى كيلو الخيار، كيلو البندوره، وعن جد ممتاز. طب بدنا نحكي يمكن على دور المصممه المشروع. ديما بدنا نحكي عن شغلة مهمة، هل بيتم تصوير منتجات بشكل يعني بنفس اليوم أو خلال يومين مثلا لحتى يتأكد المشترك بهذا التطبيق أنه عم بيختار الشيء بنفس اللحظة؟ يعني في تعامل مباشر مع سوبر ماركت أو كذا من خلال التصوير والتصميم وعرض المنتجات؟ هلأ إحنا ما بنتعامل مع سوبر ماركت تحديدا، إحنا بنتعامل مع عدة سوبر ماركتات موجودة في مناطق عمان، عشان اللي بتكون اقرب للزبون. بهاي الحاله بنضمن انه كل شيء بيوصله فريش، وزي كانه هو بتسوق، يعني انت باخر اليوم ما حتروحي منطقه بعيده عشان تتسوقي. بنضمن انه المنتج يكون يعني الشخص اللي عم يشتري، فريق المشتريات عندنا بضمن انه هو الشيء اللي عم يشتريه زي كانه عم يشتري لبيته واهله، فهذا شيء كثير مهم. التصوير بيتم كل فتره، لما تنزل منتجات جديده بنصورها بنحطها على الداتابيس عندنا، وهذا شيء يعني حتى دائما يكون عندنا لسته متجدده انه شو الاشياء الموجوده عندنا، شو الاشياء اللي مش موجوده بالمحلات، وهيك بنضمن انه مثلا اذا في حال انت طلبتي شيء نضمن انه على الاغلب اغلب الاشياء اللي انت طلبتيها رح توصلك، لو انه مثلا في ايتم او ايتمين طبعا فريق العمل بيحكي معك وبيحكي لك انه ما لقينا هذا الايتم، بتحبي ايتم جديد، وهيك هاي آلية العمل. يعني نحن حكينا انه هذا تطبيق بغطي مناطق معينه بعمان، فحيص، ماحس وعمان الغربيه، لكن ممكن انه بالمستقبل يكون في عندكم خطط انه يتوسع هذا المشروع اكثر. احكوا لنا بالضبط كيف الخطط تبعتكم لتكبروا بهذا المشروع. احنا يعني تقريبا ما صرنا 3 شهور بالسوق، والحمد لله يعني مع اليوم احنا يعني تاريخنا لليوم احنا صرنا مغطيين وخادمين 300 زبون، او بتقدر تحكي 300 أسرة، وخلقنا فرص عمل طبعا لكل الأشخاص اللي فريق العمل عندنا. هلا احنا نطمح انه نتوسع بالمحافظات، لانه حاليا نحن بس عندنا معظم مناطق عمان خلينا نقول، والفحص وما حس لانهم هم حوالينا. لقدام ان شاء الله يعني نوصل لمحافظات اكثر. نعم. هل في من ضمن الخيارات الموجوده بالتطبيق خيارات خاصه بالسيدات العاملات بالبيوت اللي عم بيعملوا منتجات منزليه؟ في تعامل معهم لتشجيع طبعا عملهم؟ أكيد طبعا. السيدات الاردنيات هلا في محاورات. يعني احنا عم بطبيعه عملنا، لانه نحن قبل ما نحن نكون تطبيق متجر نحن شركه استشارات، فنحن بنقدر نشوف اكثر من سيده اللي بيعملوا اشياء بالبيت، سواء اشياء اكل او أدوية. او تطريز او هاي الاشياء. هلا نحن بتطبيق متجر لافت نظرنا قصص الاشياء اليدويه، اللبنه، المكدوس، هاي القصص. صح. فليش لا؟ يعني انا هذا واحد من انك بتكوني انت بتشجعي المنتجات المحليه انه تحطيه عندك. في عندكم هلا خانه لاغراض
اغراض العيد هاي جديده عندنا. ايش في اغراض عيد؟ قهوه شوكولاته كنا معمول. المعمول يعني شوي ابعد عن السوبر ماركت بده زياره خاصه للمحلات المشهوره عندنا. ف حاطين قهوه حاطين معمول حاطين بسكوت كعك صغير. يلا كل عام وانتم بالف خير. سعداء جدا انكم كنتوا معنا اليوم باستديو يوم جديد. كل الشكر لكم ونتمنى لكم المزيد من التقدم بهذا المشروع يكبر اكثر يفتح مجالات وفرص عديده لسيدات المجتمع. كل شكر شكرا لكم. نتمنى كل اللي عم بيحضرونا كمان يفوتوا على تطبيق متجر ويشاركوا فيه ويجربوه. شكرا لوجودكم. اذا مشاهدينا يعني رح نشوفكم انا وشاهد كمان شوي نشوف ولا نختم اذا مشاهدينا بهالفقره اكيد وصلنا لختام حلقتنا لليوم ولكن اكيد برنامج يوم جديد مستمر معكم يوميا مع وخاصه ايام العيد ايضا رح نلاقيكم ونشكركم على المتابعه وان شاء الله دائما نكون عم نقدم مضمون بيرضيكم وبنفس الوقت يكون ممتع وقريب من القلب. نترككم دائما بامان الله. شكرا وكل عام وانتم بخير وبسلام وبمحبه وبنرجع نلتقيكم في الايام المقبله. الى اللقاء.